ألقى عميد بلدية زوار الجمعة محاضرة لشرح وضع البلدية، وذلك تلبية لدعوة منظمة ميديا ستوير بالعاصمة التونسية، وبحضور ممثلين من بعض الجامعات التركية والأمريكية والأوروبية. وتركزت المحاضرة على تسليط الضوء على الواقع الليبي تحت عنوان المجالس البلدية صمام أمان، وتوضيح دور المجالس البلدية في هذه الظروف التي تمر بها ليبيا، والآلية التي تشتغل بها في غياب الميزانيات والإمكانيات وعدم منحها الصلاحية. وصل إلى بلدية صبرات السبت وفد صندوق التضامن الاجتماعي لوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مركب ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية صبرات، وناقش الوفد المشاكل والعراقيل المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الغربية وسبل معالجة هذه المشاكل والاهتمام بهذه الفئة في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا. قامت بلدية حي الأندلس بمخاطبة إدارة المبيعات بشركة البريغا، وذلك لتوفير غاز الطهي لسكان منطقة غوط الشعال وحي الأندلس المركز. وتابعت لجنة الأزمة بالبلدية إتمام الإجراءات وتسليم الاسطوانات عبر المحلات والمساجد وغيرها من الأماكن المتفق عليها، وتضمنت كل حمولة للسيارة الواحدة 210 اسطوانة. قامت بلدية طرابلس المركز الأحد بتنظيف ساحة وملعب مدرسة صرخة الحرية الكائنة بمحلة المنصورة، وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج التجريبي لسيارات التنظيف الآلي، وحرصا على العملية التعليمية ومن أجل خلق بيئة صحية للتلاميذ في داخل المؤسسات التعليمية. افتتح ببلدية سوق الجمعة السبت عيادة الجلدية وعيادة الأطفال بالمركز الصحي الحشان الجنوبي، وذلك بإشراف مكتب الصحة بالبلدية، وسيتم تقديم الخدمات العلاجية ومن بينها الكشف الصحي المبكر عن الأمراض عند الأطفال، وذلك بهدف تخفيف تكلفة العلاج التي يعاني منها المرضى. ناشدت بلدية زليتن مدير إدارة التوزيع بزليتن بالشركة العامة للكهرباء إلى التقيد بعدم ربط الكهرباء للمباني والمساكن والإنشاءات داخل الارتداد القانوني للطريق الساحلي المزدوج. وأكدت البلدية في كتاب وجهته للشركة العامة للكهرباء ضرورة التحقق من البناء خارج الارتداد القانوني ضمن متطلبات ربط الطاقة الكهربائية من خلال إفادة كتابية مدتها شهر واحد صادرة عن مصلحة الطرق والجسور، وأخرى من مكتب المواصلات بالبلدية. اجتمع عميد بلدية يباري بكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية، وذلك لوضع خطة أمنية ومناقشة التنسيق بين هذه الأجهزة. وبحسب مصدر من البلدية فإن الاجتماع يأتي في ظل تردي الأوضاع الأمنية بالبلدية التي بدأت تمس حياة المواطن داخل نطاق البلدية. وأكد عميد البلدية في الاجتماع على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها تجاه المواطنين والمدينة، وأن الأمن من أولويات المرحلة المقبلة.